يا احمد نتيجه الرطوبه ونتيجه الحراره، خاصه اللعب في الاجواء دي بيبقى صعب جدا. الشوط الثاني هبوط الناحيه البدنيه عند اللاعبين، عدم جاهزيه حجازي المباراه اللي فاتت ومباراه النهارده ما عجبنيش حجازي. حجازي كان عنصر الثقل في دفاع المنتخب المصري، انه بيبدا الهجمه صح بيرتكز، انما النهارده والمباراه اللي فاتت بيلجا للكرات الطويله كتير، عنده بطء كبير وغير متقنه، يعني غير متقنه، لان طبعا ما فيش اللاعب اللي يقدر يستلم الكوره. كمان قفشه الشوط الاول ما عجبنيش تماما. طيب يا احمد، في استلامه للكوره المفروض هو اللي يخفف الضغط عن لعيبه نص الملعب، لو لعيبه نص الملعب ما عندهمش القدره لنقل الكوره لقدام، تحركه هو اللي يخليه يساعد المنتخب، انما برده بيهرب وينزل لتحت كتير. انا محتاج الكوره تبقى موجوده في نص ملعب المنتخب جزر القمر. طيب هل ممكن تكون هناك مغامره من كابتن حسام البدري للبحث عن 3 نقاط والدفع اكثر بلاعبين يمتازوا بالناحيه الهجوميه؟ ده اكيد. ام نلعب بنفس السيناريو؟ هو لو مش رايح وهدفه 3 نقاط تبقى مشكله. يعني التامين لتحصل على نقطه ولا تغامر من اجل النقاط الثلاث؟ هو دلوقتي معاه نقطه، ولكن انت ما تضمنش فايده في الشوط الثاني. الماتشات دي، فاكر ماتشات تشاد لما خسرناه مع كوبا، ماتش النيجر مع كابتن حسن شحاته، ما تعرفش الشوط الثاني ممكن يحصل ايه. واديك شفت انت راكب المباراه اول ربع ساعه، بعد كده مهاره من لعيبه جزر القمر مع هيصه في المدرجات، بص تلاقي الماتش اتكركب واقف ومنتخب جيد حتى لا. احنا كمان الحكم النهارده كويس جدا على فكره. فاهم حاجه ان احنا نبدا الشوط الثاني بشكل فيه تامين نوع ما، وبعد كده ممكن تطمع في المباراه وتعمل تغييرات هجوميه. هو حسام حسن كما تحدث كابتن وائل الورقه الهجوميه الوحيده على الدكه، ممكن عبد الله جمعه كمان، عبد الله جمعه يكون جبهه ثانيه مع ايمن اشرف ولا مكانه جايه من ايمن اشرف؟ انا شايف الكابتن حسام ممكن يغير قفشه برضه. مكان مين يكون مكانه؟ تشعر ان قفشه برضه يعني الكره قفشه معاه شويه، يعني ممكن يكون تغيير، وعندك في مقاعد بدلاء في ناس كتير ممكن يتم استغلالهم. مين يكون مكان ايمن اشرف؟ ممكن عبد الله مكان ايمن اشرف واستغل. انا عايز اكسب عشان عايز اكسب، لازم ازود الناحيه الهجوميه. يعني تلعب عبد الله جمعه مكان ايمن اشرف؟ هو لاعب ايمن اشرف عشان دفاعيا اقوى من عبد الله جمعه نوعا ما، انما انت لو طمعت في المباراه ممكن فعلا تنزل عبد الله جمعه يشارك لك في الناحيه الهجوميه. الكره سهله قوي في الارض في اي مكان الكره، وقفشه طبعا قصير في الكرات اللي الكره قفشه معايا. طيب الكره قفشه مع قفشه يعني. طب لو هناك تعديل في الطريقه الهجوميه وخروج قفشه، انت قلت عبد الله جمعه مكان ايمن اشرف ونزول حسام حسن مكان كهرباء، وكهرباء يكون في الطرف الايمن، من يكون صانع الالعاب مكان قفشه لو خرج؟ ما انا في الاول لما ذكرت ان كهرباء ينزل يبقى هو صانع الالعاب مكان قفشه، بس ما هيثم دخل عليا في الكلام الجمله راحت مني، فيبقى تريزيجيه وكهرباء و الثالث كان معانا مين؟ حسام حسن. حسام حسن راس حرب الهجوم. فدي التغيير اللي ممكن يحصل لمنتخب. طيب تامين نصف الملعب الدفاعي امام سرعات لاعبي جزر القمر، امام مهارات لاعبي منتخب جزر القمر، امام الاداء الفردي لاعب ضد لاعب لمنتخب جزر القمر، كيف يكون التامين في النواحي الدفاعيه؟ هو سلاحهم وراس مالهم موقف واحد ضد واحد، مهاريا كويسين وهما ممتازين، لازم سليه وطارق حامد خصوصا دول اهم اثنين في الملعب يامنوا الرباعي الدفاعي، لان لو هما طلعوا بدري واتكشفوا وعملوا سمحوا بوجود زياده على المدافعين هتبقى مشكله جامده جدا. طب ممكن يكون في دور لاحمد فتحي الشوط الثاني؟ احمد فتحي ممكن يكون له دور الشوط الثاني بسبب خبراته الدفاعيه. اهم حاجه يا احمد هيثم الشوط الثاني ان احنا نقرب الخطوط من بعض قوي، بالظبط دي اللي هتغطي العيوب اللي بتظهر عندنا، خاصه ان هم متميزين في الناحيه المهاريه واحد ضد واحد في الرباعي اللي في خط الهجوم عندهم، لازم نقرب اللاعبين من بعض شويه، انما احنا فاتحين مسافات، والخوف ان الشوط الثاني يحصل هبوط اكتر من الناحيه البدنيه زي ما قلت، فلازم الدفاع والهجوم يبقى بنتحرك كتله واحده، في مساحات في فراغات موجوده في نص الملعب كتير. تريزيجيه وزيزو الشوط الاول بيكسلوا في المسانده عشان دايما كده بيجي اثنين على محمد هاني وعلى ايمن اشرف الشوط الاول. اهم حاجه ما نستسهلش الماتش، ما نستسهل. لا هو الماتش اصبح مش سهل خلاص، محتاج تركيز في الشوط الثاني بعد ما ظهر من جزر القمر المنتخب جيد. لا لان في فتره من فترات لما جت لنا الفرص مش منتخب جيد، ابتدينا بقى نلعب سيئين، ابتدينا نلعب بالكعب وابتدينا نلعب كور اماميه وكور بالعرض. لا ما نستسهلش الماتش ونستمر على حاله التركيز. اذا اداء غير مقنع حتى الان من المنتخب المصري مشاهدينا في هذه طبعا المباراه في شوط المباراه الاول بعد 10 دقائق او ربع ساعه تقريبا من الاداء الجيد، لكن بعد هذا المنتخب الضيف او منتخب صاحب الارض جزر القمر كان ندا قويا للمنتخب المصري. نذكركم مشاهدينا ايضا غدا بمشيئه الله هناك استوديو خاص لمباراتي او مباراه الدور النصف النهائي لبطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 عام بمشيئه الله.
المباراة الأولى ستكون مباراة كوت ديفوار وغانا وعند الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة على اتش دي 10، ومباراة مصر وجنوب أفريقيا يسبقها استوديو تحليلي خاص، وطبعا سيكون برفقتي الكابتن هيثم فاروق عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة أيضا على اتش دي 10. إذن مشاهدينا نتمنى أن يتحسن الأداء للمنتخب المصري في شوط المباراة الثاني ويحقق النقاط الثلاث في مشوار أفريقي حتى الآن بداية غير موفقة تماما لأبناء حسام البدري. فاصل مشاهدينا ثم نعود. بطل الموسم الماضي الرضا هدفه الحفاظ على اللقب، أما المنافس فله رؤية أخرى. فلامينغو البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، نهائي كأس الليبرتادوريس السبت حصريا على دي سبورتس وان. الكرة ملهوش حدود، كل ما تستخدم فيزا اكتر في مصر او وانت مسافر كل ما هتقرب من حلمك. فيزا، اينما اردت ان تكون. شكرا للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة اخرى احييكم واحداث الشوط الثاني هنا في ملعب اللقاء، في ملعب المباراة، ملعب مالوتزيني بمدينة موروني عاصمة جزر القمر، في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2021 إن شاء الله في الكاميرون نسخة رقم 33. تعادل سلبي هنا ما بين منتخب جزر القمر ومنتخب مصر في شوط المباراة الأول، ويبدو منتخب المصري يبدو هيكون في تبديل لمنتخبنا الوطني بعد قليل إن شاء الله. نعرف حضراتكم التشكيل، هو نفس التشكيل تقريبا بدأ الشوط الأول من المباراة اللي انتهى بالتعادل السلبي. ربع ساعة أداء جيد من منتخبنا، لم نستغل حالة الارتباك والخوف، وكانت فرصة كهربا الأقرب للتسجيل وكان من الممكن أن يسجل. أمامنا هنا يبدو أن حسين الشحات هو التبديل القادم المتوقع مكان زيزو، أعتقد حسين الشحات مكان زيزو توقعي، حسين الشحات يدخل مكان زيزو. محمد الشناوي في حراسة المرمى، لا يبدو زيزو ما زال موجود في أرض الملعب، زيزو ما زال موجود. حسين الشحات شوف مكان مين، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، وأيمن أشرف، وسط ملعب طارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، وحسين الشحات سيكون أول تبديلات كابتن حسام البدري في هذه المباراة. حكم مباراة اليوم الحكم بيان بينو سينكو، حكم المباراة من كوت ديفوار. تشكيلة منتخب جزر القمر في حراسة المرمى علي حمادة، في الدفاع عبد الله علي محمد رقم 13، لاعب مادا هوما رقم 12، ونجم الدين عبده رقم 6، رقم 3 شاكر الحضير، في وسط الملعب فؤاد بشير رقم 8، يوسف ماتشينجاما في اللقاء رقم 10، سليماني 7، وبكاري 22، وفي المقدمة الفردو طبعا رقم 21، وإبراهيم مادي رقم 11. والمنتخب المصري بالمناسبة التبديل لم يتم حتى الآن، التبديل اللي أمامنا هنا لم يتم، أعتقد الخرج أعتقد قفشة هو اللي خرج في هذه اللحظات، لكن لسه التبديل ما تمش. وبنلعب الشوط الثاني أمامنا بعشر لاعبين، على طول الكرة تبعت من جانب المنتخب المصري. بداية للشوط الثاني إن شاء الله الشوط الثاني يكون أداء أفضل. منتخب جزر القمر فريق جيد يملك مهارات وسرعات ويعني رشاقة كبيرة قوي في الرباع الهجومي، وادي مساندة هنا من اللاعب شاكر رقم 3، يرجع على طول في وسط الملعب يوسف ماتشينجاما، يغير اللعب في الجانب اليمين،
غير اللعب، التبديل هيتم حسين الشحات. ادي امامنا محمود علاء يشيل كره عرضيه خطر.